حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض دكتور وليد السالم، اختصاصي وباحث في الأمراض المتوطنة. مساء الخير، أهلا بك دكتور وليد. إذا هذا تفسير جديد فيروس زيكا يفسر اليوم انتقال هذا الفيروس عن طريق الجنس؟ بالطبع فعلا. أولا أشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا. طبعا كان في العام الماضي هناك العديد من الحالات تم تسجيلها بخصوص انتقال جنسيا لهذا المرض لزيكا، وكان طبعا كان في بعض الحالات اللي سجلت خارج مناطق تواجد البعوض الناقل للمرض في اوروبا وفي امريكا، سجلت بعض الحالات التي تم انتقالها واثباتها انتقال جنسيا. الان تم اثبات هذا الموضوع من خلال وجود الفيروس بالاعضاء التناسليه، لذا علميا الان تم اثبات هذه النقطه، وهنا تزيد المخاطر اكثر فاكثر، لانه الان لم يعد فقط مكافحه هذا الوباء مكافحه البعوض، بل نعم. هنالك اخرى صحيح. انطلاقا مما تقوله، كيف سيغير هذا الخطر اليوم الذي كشف عنه من خلال الدراسه الامريكيه كيفيه التعامل مع هذا الموضوع؟ في السابق كان يتعامل مع الموضوع كمرض يسمونه فيكتور بون ديزيز، او المرض المنقوله بالنواقل كالبعوض وغيرها، ولكن حاليا الان يصنف هذا المرض كمرض منقول بالنواقل، فيكتور بون ديزيز وسكشوال ترانسميتد ديزيز، اللي هو مرض احد الامراض اللي هو انتقال جنسيا. والامراض المنتقله جنسيا خطورتها انه لا يوجد عوامل مكافحه لها الا بنفس الطرق التي تتعامل معها كمرض الايدز وبعض الامراض الاخرى المنتقله جنسيا. فهنا تكمن الخطوره، وهنا امكانيه كبيره لانتقال المرض في المرحله القادمه الى دول اكثر ومناطق طيب اعلى في العالم. ما الذي يغذي هذا الفيروس وجوده بالبروستات، وهل من فحوصات يفضل ان يقوم بها الرجال؟ طبعا مشكله الفيروس انه خلال الاسبوعين بدايه الاصابه يتم الكشف عن هذا الفيروس بسهوله، ولكن بعد الاسبوعين الفيروس يكون صعب، من الصعب جدا اكتشافه حتى عن طريق الموليكولار تكنيك، وهنا يعني اكبر مشكله لهذا الفيروس. طبعا هو الفيروس بالامكان كشفه في البدايات، ولكن بعد كذا يعني من الصعوبة. غريب، يعني عادة بعد فترة يصعب التعامل مع الموضوع والحد من خطورته بأمراض أخرى مثل السرطان، ولكن هنا يصعب الكشف عنه بعد فترة. يصعب الكشف عنه لأنه هو بعد أسبوعين يختفي الفيروس، وهنا هذه المشكلة اللي حتى واجهت عندما تم ربط الدراسات بالحوامل بمايكروسيستي وتشوه الأطفال. عندما عادوا الأمهات لم يستطيعوا أن يكشفوا عن أي حالة، لأن لا يوجد أي حتى اللي هو يسمونه السيرولوجيكال تيست والأشياء عن طريق الأنتي باديز والأجسام المضادة، لا يمكن الكشف عنها بعد فترة من الزمن. هل من نصيحة على الأقل للوقاية؟ طبعا الوقاية طبعا الأهم اللي هو عن طريق اللي هو عند السفر في المناطق الموبوءة، يجب أخذ الحيط والحذر من خلال اللي هو ما يسمى الريبالنت او الواقيات اللي توضع على الجسم، كبعض انواع البخاخات يسمونها ريبالنت، ممكن رشها على الجسم لكي يعني لتفادي صدغات البعوض، لبس الاكمام الطويله، كذلك تجنب الاماكن يعني ايضا فيما يتعلق بوجودها بالبروستات. اما بالنسبه للبروستات طبعا هنالك تجنب طبعا هو ينتقل جنسيا، فيكون التعامل معه كما يتعامل مع الايد وغيرها من الامراض باحتياطات معروفه. انا اشكرك من الرياض دكتور وليد السالم، اختصاصي وباحث في الامراض المتوطنه.